السلام عليكم. النهاردة هنعمل وصفة جديدة من وصفاتي، هنعمل المقلوبة. طريقة سهلة جدا وبسيطة والطعم في منتهى الروعة. نبدأ على بركة الله ونشوف عملناها ازاي. هحط حلة على النار وحط فيها قطعة من الزبدة وشوية من الزيت. هضيف بصلاية متقطعة قطع صغيرة وهشوحها في البصلة يدوب تدبل شوية كده. عندي الفراخ متنظفة ومغسولة، هضيفها على البصلة اللي بتتشوح. وهسيب الفراخ تتشوح مع البصلة لحد ما تاخد لون ذهبي فاتح. هضيف شوية من ورق اللور وشوية من الحبهان. هضيف شوية من الفلفل الأسود مع طماطمية مبشورة. هسيب كل ده يتشوح مع بعضه كويس. بعد كده هضيف حوالي لتر ميه. وهغطي عليها واسيبها تستوي. بس مش هنسويها سوا كامل، هنسويها حوالي 90%. يعني هسيبها في النار حوالي ساعة الا ربع. هجيب البتنجان واقطعه بالحجم ده وبالطول ده. هرش عليه شوية من الملح واسيبه يصفي ميته. كمان استخدمت في الوصفة دي الأرنبيط أو الزهرة. طعمه بقى حلو جدا في الوصفة دي، ممكن تستغنوا عنه وتعملوا كوسة، ممكن ما تستخدموهوش خالص حسب ما يترقى لحضراتكم، بس أنا جربته بصراحة طعمه تحفة جدا. كده الخضار بتاعنا أصبح جاهز، البطاطس والأرنبيط والبتنجان. في امكانكم تستغنوا عن نوع او تضيفوا نوع زي ما انتوا عايزين حسب ما ترى لحضراتكم. هحط طاسه على النار واحط فيها زيت، واول ما يسخن هنزل بقطع البطاطس. واول ما تاخد لون ذهبي هخرجها. هضيف بعد كده قطع الأرنبيط. انا عاملاه قطع صغيرة عشان لما اقرصه في الحلة ما ياخدش مكان. خلصنا خلاص الأرنبيط، هننزل بقطع البتنجان اخر حاجة. كده خلاص مكونات الوصفة بتاعتنا اصبحت جاهزة. بالنسبة للحلة اللي هنستخدمها لازم يكون الايد بتاعتها اقل من مستوى حرف الحلة، ما تكونش في نفس مستوى الحرف عشان لما اجي اقلبها يكون سهل انها تتقلب، يعني الحرف يكون اعلى من الايد. هرص بصل في الحلة من تحت، وبعد كده هرص قطع البتنجان على الجوانب بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده عشان يحتفظ لي بشكل المقلوبة تنزل زي القالب بتاع الحلة. بعد كده هرص قطع البطاطس، وبعدين هرص الفراخ،
الرز انا غسلاه ونقعاه، هنزل بشويه من الرز وبعدين هرص القرنبيط. هحط طبقة تانية من الرز، وبعدين طبقة تانية من البطاطس. بالنسبة للتوابل ممكن نضيفها على الرز ونقلبها معاه، وممكن نحطها مع الشوربة. أنا حطيتها على الشوربة، عبارة عن 7 بهارات وشوية من الفلفل الأسود وشوية من القرفة، وهضيف عليهم الشوربة وأقلبهم. هضيف الشوربة على الرز والخضار. هراعي إن أنا بلى الرز قبل كده، فلما أضيف الشوربة أضيف مقدار ما يكونش كتير عشان الرز ما يعجنش. هقفل الحلة كده. الحلة بتاعتنا بقت جاهزة، هحطها على النار واسيبها تستوي، ونعمل زي صوص كده او صلصة تتاكل جنبها، عبارة عن ثوم وفلفل وطماطمية. هفرمهم بالخلاط واحط عليهم عصير الليمون. التوابل اللي استخدمتها كمون، كزبرة ناشفة، فلفل اسود، وطبعا شوية من الملح. انا ضفت لها شوية من المية لان الشوربة هتبقى دسمة، والمقلوبة عندي اصلا دسمة، ففضلت ان انا احط مية، وضفت لها معلقة واحدة بس من الزيت. المقلوبة خلاص خلصت معانا، الرز استوى بقى كله تمام. هقلبها بالشكل ده، شايفين متماسكة ازاي؟ لان الحوائط اللي عملتها لها على الجناب بتاعت الحلة هي دي اللي خلتها بقت متماسكة بالشكل ده. هنزينها بشوية من المكسرات ان وجد، ما وجدش مفيش مشكلة. ودي شكل وصفتنا. بصراحة طعم المقلوبة خرافة، القرنبيط مديها حلاوة مع البتنجان فظيعة بجد. جربوها وان شاء الله يا رب تعجبكم وتنور رضاكم. اتمنى وصفتي النهاردة تكون عجبتكم، ولو عجبكم الفيديو لايك وشير، والى اللقاء في وصفات اخرى قادمة. سلام عليكم.